في شيء كده في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنا أطلق عليه تصحيح المفاهيم. تصحيح الإيه؟ المفاهيم. يعني بيبقى فيه مفهوم الإنسان يفهمه وله مفهوم آخر في 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 الشريعة الإسلامية. يعني مثلا زي مفهوم الإيه؟ الشدة والقوة. معظم الناس يفهم أن الشدة والقوة مثلا في معظم الناس بيفهم أن الشدة والقوة في عملية الإيه؟ القوة البدنية وإلى آخره. الرسول صلى الله عليه وسلم صوت واضح ما تكلمش واضح. الرسول صلى الله عليه وسلم قال بأن القوة ليست في القوة البدنية فقط، وإنما قال بأن القوة الحقيقية هي في قوة التحمل، التحمل النفسي، ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يتمالك نفسه عند الإيه؟ عند الغضب. يبقى ده اسمه تصحيح لمفهوم الإيه؟ الشدة. في مثلا تصحيح لمفهوم الإفلاس، معظم الناس بيفهموا أن الإفلاس أو أن المفلس هو الإنسان الذي ليس عنده إيه؟ أموال، ليس عنده عمل، ليس عنده كذا، ليس عنده كذا. فبيقول الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذه من أمور الدنيا، إنما المفلس الحقيقي قال صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قال: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: لا، المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج، لكنه يأتي وقد شتم هذا وأكل مال هذا. يبقى بيصحح النبي صلى الله عليه وسلم هنا مفهوم الايه؟ مفهوم الافلاس، ان الافلاس الحقيقي هو الافلاس في امور الاخره وليس في امور الايه؟ في امور الدنيا. وهكذا يبقى في امور معينه النبي صلى الله عليه وسلم بيصحح فيها مفهوم عند الايه؟ الصحابه. ايضا من باب تصحيح المفاهيم ان معظم الناس لما بيسمع كلمه الرزق بينصرف ذهنه مباشره الى الايه؟ الاموال. وانا تكلمت في هذا الامر قبل ذلك وقلت بان الرزق انواع متعدده، منها المال، الصحة رزق، العلم رزق، أن تأتي إلى بيت الله سبحانه وتعالى وتجلس في مثل هذه المجالس هذا رزق من الله سبحانه وتعالى اللي هو الهداية والتوفيق. أيضا حينما ينعم الله عز وجل عليك بنعمة الصبر أيضا هذا إيه؟ هذا رزق من الله سبحانه وتعالى.